نتعلم اليوم يا أصدقائي حرف الذال. ذال، حرف الذال. ذال ذرة، ذال ذرة. ذرة حرف الذال في أول الكلمة. ذال ذئب، ذال ذئب. ذئب حرف الذال في أول الكلمة. ذال أذن، ذال أذن. أذن حرف الذال في وسط الكلمة. ذال باذنجان، ذال باذنجان. باذنجان حرف الذال في وسط الكلمة. ذال تلميذ، ذال تلميذ. تلميذ حرف الذال في آخر الكلمة. ذال قنفذ، ذال قنفذ. قنفذ حرف الذال في آخر الكلمة. هيا يا أصدقائي لنكتب معا حرف الذال. نكتب حرف الذال هكذا. أحسنتم. هيا لنكتب حرف الذال مرة أخرى. رائع! لقد تعلمنا كيف نكتب حرف الذال. أحسنتم! الكلمة التي بها حرف الذال يا أصدقائي. هيا يا شطار، ما هي الكلمة التي بها حرف الذال؟ بسرعة يا أصدقائي. هل عرفتم؟ أحسنتم. ذئب، ذال ذئب، ذال ذئب. ما هي الكلمة التي بها حرف الذال يا أصدقائي؟ هيا يا شطار، ما هي الكلمة التي بها حرف الذال؟ بسرعة يا أصدقائي. هل عرفتم؟ أحسنتم. أذن، ذال أذن، ذال أذن. ما هي الكلمة التي بها حرف الذال يا أصدقائي؟ هيا يا شطار، ما هي الكلمة التي بها حرف الذال؟ بسرعة يا أصدقائي. هل عرفتم؟
أنتم ذرة، ذال ذرة، ذال ذرة. ما هي الكلمة التي بها حرف الذال يا أصدقائي؟ هيا يا شطار، ما هي الكلمة التي بها حرف الذال؟ بسرعة يا أصدقائي. هل عرفتم؟ أحسنتم. قنفذ، ذال قنفذ، ذال قنفذ. أصدقائنا الأعزاء، لا تنسوا الضغط على اللايك. نتشرف بمتابعتكم ودعمكم لنا. نقول لكم من القلب شكرا لكم. كلنا نحب أناشيد الروضة، كلنا نحب، نحن كلنا نحب، نحن كلنا نحب أناشيد الروضة، نحن كلنا نحب، كلنا نحب، كلنا نحب أناشيد الروضة، كلنا نحب، نحن كلنا نحب، نعم كلنا نحب أناشيد الروضة.